بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل لبنان القوي، أكد النائب إبراهيم كنعان أن التكتل مع حكومة وحدة وطنية ومع أوسع تمثيل ممكن. من يسعى لأكثر من حقه أو اللي بده حصة أكبر مما بيطلع له حسب هذا النظام الديمقراطي وحسب حجمه النيابي، بكون هو مسؤول عن تعطيل الحكومة. من هون خلينا كلنا سوا نشوف إنه الظرف اليوم ما بيسمح لا إنه نطلع فوق القانون وفوق الدستور وفوق النظام، ولا إنه بيسمح كمان إنه نقعد ناخد وقت ونأخر حكومة لبنان كله بانتظارها. الوضع الاقتصادي كله ينتظر تأليف حكومة حتى نباشر بمعالجة ملفات يلي كل اللبنانيين رازحين تحتها. بكفينا التحديات الكبيرة اللي عم نمر فيها واللي ممكن إنه نقطع فيها. فهل بيجوز بعد إنه نقعد نستنبط قواعد لتأليف حكومة غير موجودة؟ هلأ إذا حدا حابب بدي أضيف شغلة، إنه ما في فيتو أو ما في تمسك بولا حقيبة، يعني نحن منفتحين بهذا الموضوع، اللي بينطبق علينا ينطبق على غيرنا. التكتل دعا لوضع خطة واضحة لعودة النازحين، وقال النائب كنعان من واجباتنا دق باب كل من يؤثر في تأمين هذه العودة من أمم متحدة وسواها. وموضوع النازحين كان محور لقاء وفد من التكتل والتيار الوطني الحر البطريرك المالوني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي في بكركي. وحسب النائب جورج عطله ان الزياره هي باكوره التحرك الى القيادات الروحيه ورؤساء التيارات والاحزاب والكتل النيابيه لطرح مقاربه حقيقيه وطنيه لموضوع النازحين السوريين، مضيفا: شددنا امام البطريرك على الكثير من المغالطات التي يطرحها بعض الاطراف في وسائل الاعلام حول موقفنا.